قوة الأبطال أتسبب الفتاة الأولى المشاكل؟ يبدو أن العصا موجودة بالفعل أيها الزاحف. فخود، مستحيل! علينا الذهاب إيقافها الآن إلى مركبة الساحف. سنفعل، ولكن عليك أن تعيدين أنك لن تحاول لا تقلق أيها القط، مهما كان التحدي فسنواجهه معا. لنذهب أيها العبد. سيكون الأشرار كلهم في انتظارنا هذه المرة. سيكون الأشرار كلهم في انتظارنا هذه المرة. أين الفتاة لونا؟ لقد كانت هنا منذ لحظات. مرحبا أيتها الحشرات بملابس النوم، هل أخبرتكم من قبل بمدى حبي لمقركم؟ ماذا؟ ماذا يحدث أيتها الفتاة لونا؟ لا شيء حقا، أدى أنكم سقطتم في فخي. لقد جعلتكم تغادرون مقركم حتى يمكنني أن آتي بنفسي وأستولي عليه. لا بأس أيها الزاحف، ولكن علينا أن نتذكر أنه يجب أن نفكر مالياً في الأمر قبل أن نتصرف. المكان مريح للغاية أيتها الحشرات بملابس النوم. أتمنى أن لا تمانعوا إذا تصرفت بحرية وكأنني في منزلي. العثور على أكبر عدد ممكن من الجواهر، ستفتح مكافأة خاصة إذا جمعتها كلها. يظهر الكمبيوتر تميمة بالقرب من هنا، تأكد من العثور عليها. هناك طريقان أيتها الزواحف الصغيرة، أي الطريق يجب علي سلوكه؟ أعرف إلى أين ذهب. جمع الجواهر بينما تتسلق الحوائط للأعلى والأسفل. تابع جمع الجواهر بينما تتسلق الحوائط للأعلى والأسفل. أحسنت. أحتاج مساعدة رفاقي. للقاء
بقيام قفزة القط الخارقة، اضغط على الزر قفزة مرة، ثم اضغط عليه مجددا وأنت في الهواء. هذا الطريق مسدود، ماذا أفعل؟ عضلات الزاحفة الخارقة؟ هناك تميمة بالقرب منك، تفقدها. الفتاة لونا بالأمام، شرفنا على الوصول. حان دورك أيتها البومة. سيكون الأشرار كلهم في انتظارنا هذه المرة. سيكون الأشرار كلهم في انتظارنا هذه المرة. هناك تميمة بالقرب منك، تفقدها. عمل رائع. هذا الباب يتحرك بسرعة للغاية. على أحدهم العبور إلى الجانب الآخر والضغط على الزر لإبقائه مفتوحاً. سرعة القط الخارقة. شكراً.
سيكون الأشرار كلهم في انتظارنا هذه المرة. عمل رائع! سيكون الأشرار كلهم في انتظارنا هذه المرة. ولكن سواء أكانت تستدعي التنين للملك أم لا فهذه قصة. لقد وصلتم أخيرا، كنت قد بدأت أشعر بالملل. فكرت أنه بما أنكم مشغولون بالخارج فلن تمانعوا إذا دخلت المقر وألقيت نظرة على ألعابكم. هذه ليست لعبة أيتها الفتاة لونا، هذا المقر هو قاعدة عملياتنا. كانت قاعدة عملياتكم، لقد قررت أنه مقري الآن. والآن هل جلستم هادئين؟ تمويه الزاحف الخارق. سرعة القط الخارقة. ريش البومة. لا، أخرجوني. هذا غريب يا رفاق، حتى بالنسبة للفتاة لونا أظنه فخاً. حسناً، أعدكم. آسف يا رفاق، تبين أنه فخ في النهاية. الفتاة لونا، ماذا تفعلين في مقرنا؟ سأفعل. الأبطال بلباس النوم نعمل في الليل لننقذ النهار.